بسم الله الرحمن الرحيم. مبادرة خلك عون، مبادرة نقوم بها نحن أبناء ولاية صحم جميعا، أنا وأنت والثاني والثالث، بقصد مساعدة الأسر التي تضررت بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. هنا كما تعلمون أناس سرحوا من أعمالهم بسبب هذه الأزمة، هناك أناس خفضت رواتبهم بسبب هذه الأزمة، هناك أيضا أناس تضرروا بسبب إغلاق محلاتهم التي يعيلون منها أسرهم. فهذه المبادرة القيمة الجميلة التي بادر بها أبناء ولاية صحم، والتي يقودها فريق عطاء صحم الخيري التابع للجنة الاجتماعية، لجنة التنمية الاجتماعية في الولاية، هي المبادرات القيمة والجميلة حقيقة التي يجب أن نتجاوب معها جميعا. فأنا أدعوكم إخواني وأخواتي أن تستجيبوا لهذه الحملة وأن تتعاونوا معها من باب قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولنتذكر أيضا أن كل ريال ندفعه لمساعدة إخواننا في مجتمعنا، هذا الريال خيره يعود علينا نحن، فضله وأجره وبركته يعود علينا نحن إن شاء الله. إذا قدمت اليوم العون لأخيك المحتاج، غدا الله سبحانه وتعالى سيكون معك ببركته وبتوفيقه وبسعادته وبكل خير، ستجد أن الله سبحانه وتعالى يكون معك إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نتمنى التوفيق لهذه المبادرة الاجتماعية الجميلة.